مرات خلينا ناكل امتي الصحراويين. يا لا حق والله كذب. الصحراويين اللي نحانوا اليوم رانا مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب. وله نقول حنا رانا لعاد الحرب خالق قايسين وله نعدلوا اللي قدينا ورانا متضامنين 100% مع أخوانا في المناطق المحتلة. ونقول لهم عنهم رانا لهم المقاومة تابعين المقاومة الشعبية وعنا راي نعدلوا اللي نقدوا في أسبانيا وفي أي بلاصة نقدوا نعدلوا فيها نعدلوا. وعنا رانا ما ناسينهم وعنهم راهو اللي يعيشوا هما كل نهار نحنا عايشين بينا لهم داحين باغي ندافعوا عن وطننا. ويوما ما إن شاء الله جبهة لها ردوها حرة بالسلم والله بالحرب. نور من جمعية اتحاد الشباب للكفاح الصحراوي ونحن متضامنين مع الإخوة والأخوات في المناطق المحتلة وكذلك في مخيمات اللاجئين ومخيمات العزة والكرامة. ورانا قايل لكم من هون عنا دعات الجبهة مع السلم رانا مع السلم ودعات الجبهة مع الكفاح المسلح رانا مع الكفاح المسلح لنحن هذا القرار. وعاش الكفاح المسلح وعاش الشعب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب. جا صوت صحراوي جدم بيت صحراوي جدم بيت صحراوي جو صوت 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 صحراوي جاتم بيسوك صحراوي جاتم بيسوك صحراوي جاتم بيسوك صحراوي جاتم بيسوك صحراوي خط الثورة راعينا بتمنى ونمت مؤسسات وفي والتعاونيات مؤسسات وفي والتعاونيات We're gonna make it.
الشعب المغربي عن الخارج لا الحرب كيف احنا مسلح فاهم وعنا قالنا لا الحال الحكومة الصحراوية ورجبة البوليزاري تقولنا يا شبابنا يلا وان شاء الله تودنا بسعب نطحنا عليه ان شاء الله فات وإذا نكافح وعاش كيف احنا مسلح وان شاء الله ننظر نقبل حريتنا بالعجزة بالسلاح به اللي نقبل بالقوة يرتد لا بالقوة وإذا قدها وعاش الشعب الصحراوي